ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولاد؟ النهاردة ان شاء الله هنبتدي في درس مع بعض في ثالثة ابتدائي، هو معنى الكسر وقراءته. هنتعرف يعني ايه كسر وازاي اقدر اكتب الكسر واقرأه. اول حاجة تعالوا نشوف الكسر بيتكون من ايه. قال يتكون الكسر من اول حاجة شرط الكسر. الشرط دي اسمها شرطة ايه؟ شرط الكسر. اللي فوق انا بسميه بسط واللي تحت بسميه مقام. يبقى الكسر بيتكون من شرط الكسر واللي فوق بسط واللي تحت مقام. تعالوا ناخد امثله زي ايه؟ زي عندي واحد على الاثنين، ده كسر يا ولاد. واحد على الاثنين ده ايه؟ كسر اسمه نصف. ثلاثه على الخمسه، ادي شرط الكسر وبسط ومقام، يبقى ده كسر. بقراه ازاي؟ ثلاثه اخماس. الكسر التالي انا عندي كسره وشرطه كسر واللي فوق بسط واللي تحت مقام، اقرا الكسر ازاي؟ 7 على 10، يبقى 7 اعشار. تعالوا كده الاول سؤال يقول لي ايه؟ اكتب الكسر الذي يعبر عن الجزء المظلل. كلمه الجزء المظلل هي الجزء الايه؟ الملون يا ولاد. كلمه المظلل هي الملون. مديني اهي عده اشكال وعايزني اكتب الكسر. نيجي على اول شكل هنا، عشان اكتب الكسر يا ولاد اول حاجه لازم اعملها هشد شرطه كسر. هشد شرطه ايه؟ كسر. طيب انا فوق بكتب البسط، البسط عندي في الشكل اللي هو ايه؟ البسط عندي اللي هو الجزء المظلل الملون. كم عندي جزء ملون؟ واحد، يبقى اكتب فوق واحد. طب انا عندي تحت المقام، قلنا المقام هنا اكتب ايه؟ بكتب الشكل متقطع عندي على كام جزء؟ تعالى شوف الشكل متقطع على كام جزء؟ ادي واحد اثنين، يبقى متقطع جزئين، يبقى الكسر بتاعي واحد على الاثنين. طب واحد على الاثنين اقرا الكسر ازاي؟ واحد على الاثنين نصف، واحد على الاثنين ايه؟ نصف. طب تعالى شكل تاني اللي ما خدش باله يركز معايا. اول حاجه انا عايزه اكتب الكسر، هشد شرط كسر. هكتب فوق ايه؟ البسط، البسط عندي اللي هو الجزء المظلل. كم جزء مظلل عندي؟ ادي واحد اثنين، يبقى هكتب اثنين. طب تحت انا بكتب المقام، المقام ده عندي الجزء الايه؟ الايه؟ المقطع. هو اتقطع كام قطع؟ تعالوا نعد مع بعض، بص معايا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يبقى الثمان قطع. طب أنا عندي الكسر أهو 2 على 8، أقرأه إزاي يا ولاد؟ سمنان. أقرأه إزاي؟ سمنان. س ميم نون ألف نون، سمنان. طب تعالوا الشكل ده عايزة أكتب الكسر، هشد شرطة كسر. قلنا أكتب إيه؟ المتظلل فوق، كم جزء مظلل عندي؟ 1 2 3 4 5، 5 أجزاء. طب عندي تحت المقام بكتب ايه؟ المتقطع، هو متقطع كام جزء؟ عد معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8، متقطع 8 اجزاء. الكسر عندي 5 على 8، اقراه ازاي باللغه العربيه؟ 5 اسمان. يلا نكتبه مع بعض، 5 اسمان. قلنا الكسر بيتكون من ايه؟ شرط الكسر واللي فوق بسط واللي تحت مقام. وعشان اقدر اكتب الكسر اول حاجه لازم اشد شرط الكسر واكتب المتظلل فوق والمتقطع تحت. تعالوا نشوف سؤال جديد يقول لي ايه؟ لون. وقلنا كلمه لون يعني ظلل، ظلل حسب الكسر، ظلل حسب الايه؟ الكسر. المره دي عامل ايه يا ولاد؟ مديني الشكل وكاتب لي الكسر، وانا اللي هلون، وانا اللي هعمل ايه؟ وانا اللي هلون. طب تعالوا كده ناخد بالنا من حاجه، مش احنا قلنا هنا لما اجي كتبت الكسر شديت شرط الكسر، قلنا اللي فوق بكتبه مين؟ قال لي اللي فوق المظلل على تحت المتقطع. يبقى انا عندي هنا اول حاجه اشوف الشكل ده عندي مقطعه على كام جزء؟ يلا كده نشوف، عد معايا كام جزء؟ 1 2. اسالكوا سؤال يا ولاد، هو انا عندي هنا المتقطع 2 وهو هنا بيقول لي المتقطع كام؟ 2، يعني المتقطع قد المتقطع. المتقطع هنا قد الايه؟ قد المتقطع. المتقطع هنا 2 والمتقطع هنا 2، ايه ده؟ ده نفس العدد. اعمل ايه؟ لما الاقيني نفس العدد يبقى اسمع كلام البسط، اسمع كلام مين؟ البسط. البسط بيقول لي ظلل ايه؟ ظلل واحد، اروح مظلل
جزء واحد. تاني يا ولاد انا عايزه اعرف انا بالشكل ده هظل كام جزء؟ اول حاجه شوفوا هو اتقطع على كام قطعه؟ واحد اتنين متقطع جزئين، وهو فعلا مديني في المقام اتنين، طالما نفس العدد اسمع كلام البسط، البسط يقول لي ظل الايه؟ ظل الواحده. طب تعالى ناخد شكل تاني، ادي مديني شكل زي ده كده ومقطعه بالشكل ده، وبيقول لي انا عايزه ظل التلتين، عايزه ظل الايه؟ الثلثين. طب انا قلنا يا مس اول حاجه اعد المتقطع، واحد اتنين تلاته، انا عندي هنا المتقطع تلاته، واللي فعلا لقيته في الكسر المقام تلاته، طالما المتقطع يا ولاد قد المتقطع، يعني العدد اللي في المقام نفس عدد اللي متقطع الاجزاء في الشكل، اعمل ايه؟ هسمع كلام البسط، البسط هنا بيقول لي ايه؟ ظل الاتنين، اروح مظل الاتنين، اي اتنين بقى اروح ايه؟ مظلل. طب تعالوا شكل تاني، شكل زي ده كده، اول حاجه احنا قلنا هنعمل فيها ايه يا ولاد لما نيجي نظلل؟ نعد المتقطع، عدوا معايا، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، المتقطع هنا تمانيه. طالب ذكي هيقول لي ايه؟ استنى يا مس خدي بالك من حاجه، المتقطع بيقول لي هنا موجود اربعه، بس انا لقيتهم كام؟ تمانيه، اعمل ايه؟ المتقطع مش زي المتقطع، يعني اعمل ايه؟ هقول له حبيبي سهله جدا، هقول له كام في الصغير يدينا الكبير؟ يعني اربعه في كام تدينا تمانيه؟ مين هيقول لي؟ انا عايزه تسمع صوت اللي بصوت اللي هو بيقول لي ايه؟ الاثنين، اتنين في اربعه بتمانيه، يا مس يبقى انا هنا عندي اتنين في اربعه بكام؟ بتمانيه، يبقى انا عرفت ان انا عندي هنا كام؟ اتنين، الاتنين دي يا ولاد هضربها في البسط، اتنين في واحد باتنين، يبقى انا هظلل كام صوره او هظلل كام جزء؟ هظلل جزئين، ادي واحد اتنين. تاني يا ولاد انا عندي لما يجي يقول لي سؤال ظلل حسب الكسر، اول حاجه عد المتقطع، شوفوا قد المتقطع ولا لا؟ لو ما كان المتقطع قد المتقطع يعني قد المقام بالظبط اسمع كلام البسط، انما لو مش قده هشوف كام الصغير يدينا الكبير، اربعه في كام تديني تمانيه، اربعه في اتنين، الناتج اللي يطلع اضربه في البسط، والناتج اللي طلع لي اللي هو اتنين في واحد باتنين، يبقى انا هظلل جزئين. تعالوا بقى كده يا ولاد ننتقل لسؤال تاني يقول لي ايه؟ اكتب الكسر الاتي. طيب يعني ايه اكتب الكسر الاتي؟ يعني يديني الكسر في صوره بسط ومقام وانا هقراه واكتبه باللغه العربيه، او العكس يديني الكسر في صوره كلاميه او بالحروف وانا هكتبه في صوره بسط ومقام. يعني بمعنى اصح زي ما نقرا زي ما نكتب يا ولاد، انا عندي اول كسر اهو واحد على الاثنين، واحد على الاثنين ده مين يقراه معايا؟ يقول لي واحد على الاثنين نصف، هكتب نصف واحد على الاثنين نصف. طيب الكسر اللي بعده ها؟ واحد على الثلاثة أقرأه إزاي؟ واحد على الثلاثة ثلث، واحد على الثلاثة ثلث. طب الكسر التاني اتنين على الثلاثة، اتنين على الثلاثة طالما اتضايق في البسط اتنين خد بالك، يبقى انا عندي هنا الاتنين صاحبتها الالف والنون، يبقى انا لما بقرا الكسر ثلثين بكتب كلمه ثلث عاديه جدا، بص بكتب ازاي؟ ثلث س لام س وازود الف ونون ثلثين. طب الكسر اللي بعده مين شاطر بقى يقول لي؟ اتنين على السبعه تقرا ايه؟ سبعين، هكتب سبع س د عين وازود الف ونون سبعين. طب الكسر التالي بيقول لي هنا ايه بقى؟ ثلاثه على الاربعه، اقراها ازاي بقى يا مس دي ثلاثه على الاربعه؟ ثلاثه على الاربعه يا ولاد عشان اقراها خد بالك اقرا ايه؟ البسط الاول ثلاثه ارباع، وزي ما هقرا زي ما هكتب، يبقى هكتب ثلاثة أرباع، فيها مشكلة؟ طيب تعالوا الكسر اللي بعده، أنا عندي هنا خمسة على إيه؟ على ستة، أقرأها إزاي؟ ها خمسة أسداس، تعالوا نكتب مع بعض إيه؟ خمسة أسداس،
يبقى تاني يا ولاد ناخد بالنا من حاجة، أنا دلوقتي لما أجي أكتب الكسرة لما يدهون الكسرة في سورة بصر ومقام أقرأ وأكتبه باللغة العربية. تعالوا هنا بقى عمل العكس، مدهوني بالعربي وأنا هكتبه في سورة بصر ومقام. طالما هكتب كسر يبقى أول حاجة لازم أشد شرط الكسر. أنا عندي هنا إيه؟ دي سمنة. أكتب الكسر سمنة إزاي؟ سمنة واحد على تمانية سم. واحد على تمانية إيه؟ سم. طب تعالى الكسر اللي بعد نقرأ الكلمة كده اسمها إيه؟ ربع عين. طالما هكتب كسر شد شرط الكسر. أنا بكتب إيه؟ ربع عين. ده آخرها ألف نون أهي يا مس. يعني إيه؟ ربع عين يعني 2 على 4. الكسر اللي بعده خمسة أسباع. أول حاجة أشد شرط الكسر. خمسة أسباع اللي قرأته هنا إيه؟ خمسة أكتبها في البسط. أسباع يعني 5 على 7. للكسر التالي أولا أشد شرط الكسر. بيقول لي سبعة أسمان. سبعة هكتبها هي في البسط هي الأول. سبعة إيه؟ أسمان يعني 7 على 8. الكسر التالي أشد شرط الكسر. أربعة أسباس. هكتب هنا أول كلمة عندي إيه؟ أربعة. أكتب في البسط أربعة. أربعة إيه؟ أسداس يعني 4 على 6. طيب عرفنا يا ولاد إزاي نكتب الكسر إذا كان باللغة العربية وإحنا بنكتبه صورة بسط ومقام، أو إذا كان العكس. بمعنى أصح هنا عرفنا ازاي لغة عربية اكتبه كسر، ازاي كسر اكتبه لغة عربية. طب تعالوا كده سؤال جديد يقول لي ايه؟ خد بالك من السؤال ده وركز فيه. بيقول لي علبة جبنة يعني علبة جبنة بها 8 قطع متساوية. أكلت حبيبة قطعتين. اكتب الكسر الذي يعبر عما أكلته حبيبة بالنسبة للعلبة. يعني ايه يا مس؟ يعني انا عندي علبة جبنة اهي، وليكن ادي علبة الجبنة. انا دلوقتي عندي مقطعة الى كم قطعة؟ 8 قطع. ادي يا مس ادي مقطعها ل8 قطع، وممكن نحلها برضه من غير رسم واقول لكم ازاي. ادي 8 قطع اهو. نعد مع بعض عشان تتاكد. 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 8 قطع اهو يا ولاد. هو دلوقتي بيقول لي اكلت حبيبة كم قطعة؟ قال لي حبيبة اكلت قطعتين. يبقى انا هضم كام جزء؟ جزئين. ادي 1 2. طب تيجي نكتب الكسر. اول حاجة هعملها ايه؟ هشد شرط الكسر. شديت شرط الكسر اهو يا مس. هكتب ايه؟ ها المظلل فوق. كام جزء مظلل؟ 1 2. اكتب في البسط 2. على المقام هكتب المتقطع. هو انا عندي هنا علبه الجبنه مقطعه على كام جزء؟ الى 8 اجزاء. يبقى 2 على 8. تاني انا عندي دلوقتي علبه جبنه، علبه الجبنه دي مقطعه الى 8 اجزاء. حبيبه كانت جزئين. انا عايزه اكتب الكسر اللي بيعبر عن حبيبه كانت قد ايه من علبه الجبنه. عايزه اعرف الكسر، اولا اشد شرط الكسر واكتب عدد القطع اللي هي كلتها على العدد الكلي لعلبه الجبنه. كلها كم قطعه؟ كلها 8. يبقى الكسر 2 على 8. طب مين شاطر يقول لي 2 على 8 يا اولاد اكتبها ازاي باللغه العربيه؟ ها؟ سمنان. برافو سمنان. طيب تعالي يا اولاد كده نكتب الملاحظه مهمه جدا جدا جدا. خد بالك منها قوي. أنا عندي ده 1 عدد صحيح بيساوي إيه بس؟ قال لي بيساوي 2 على 2 بيساوي 1، 3 على 3 بيساوي 1. إيه ده؟ أنا ملاحظ حاجة. إيه هي؟ إن أنا عندي طالما العددين توأم يعني البسط قد المقام بيساوي 1 الصحيح. يعني البسط قد المقام بيساوي 1 الإيه؟ الصحيح. يبقى طالما البسط قد المقام بيساوي 1 الصحيح. يبقى كده يا مس نقدر نقول ايه؟ ان انا عندي 2 على 2 1 صحيح، 3 على 3 1 صحيح. طب 9 على كام تديني 1؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ الشاطر قال لي ايه؟ 9 على 9. ما حضرتك لسه قايله يا مس دلوقتي ان التوأم في الكسر بيساوي 1. التوأم في الكسر بيساوي ايه؟
ومقام نقط ويقرا نقط. السؤال ده سهل جدا جدا جدا. تعالوا نفتكر دي احنا في الاول قلنا ايه يا ولاد؟ قلنا انا عندي الكسره عباره عن شرطه كسر، واللي فوق بسط واللي تحت مقام. يبقى تاني، الكسر بيتكون من شرطه كسر، واللي فوق بسط واللي تحت مقام. طب تعالوا هنا، انا عندي الكسر 4/5، بسطه مين؟ البسط ده يعني اللي فوق، البسط اهو يا ناس 4، ومقامه مين؟ المقام اللي في المقام، هنا المقام كام؟ 5. ويقرأ نقط، يعني عايزنا تقول باللغة العربية، تقول اللغة الإيه؟ العربية. أنا عندي الكسر 4/5، يعني أكتبه باللغة العربية أكتب إيه؟ 4/5. أكتبه إيه؟ 4/5. طيب تعالى كده نشوف الكسر تاني، بيقول لي الكسر نقط على نقط، مش عارف. بسطه 3 ومقامه 8 ويقرأ نقط. ده انا لاحظت حاجه يا مس، ده الديسيشن شرطه ايه؟ الكسر. بيقول الكسر، انا بس مش عارف مين البسط ومين المقام. طب اكمل كده لغايه السؤال، قال لي بسطه 3، يبقى انا عندي هنا اللي في البسط 3، يبقى اللي اكتب في البسط كام؟ 3، ومقامه 8، يعني اكتب تحت في المقام كام؟ 8، يبقى الكسر 3/8. يقرأ نقط يبقى عايزه باللغه العربيه. اقرأ الكسر 3/8 ازاي؟ ثلاثة أسمان. ثلاثة إيه؟ أسمان. طيب تعالوا نشوف السؤال التاني، السؤال التاني بيقول لي إيه؟ الكسر نقط على نقط، بسط نقط ومقام نقط، ويقرأ خمسان. إيه ده يا مستر؟ أنا ملاحظ حاجة أوي، إيه هي؟ ده إداهولي المرة دي باللغة العربية، وأنا عايز أكتب الكسر بسط ومقام. أول حاجة هو شدد لي شرطة الكسر، صح؟ برافو عليك. قال لي خمسان، يعني إيه خمسان يا ولاد لما نكتبها؟ خمسان يعني 2/5. تعالوا كده، يبقى أنا كتبت الكسر أهو، خمسان يعني 2/5. مين البسط هنا يا ولاد؟ الاتنين. طيب ومين المقام؟ 5. يبقى انا كده ايه؟ قدرت احل السؤال من خلال هو كتب له باللغه العربيه، حولته الكسر بسط ومقام، انا عندي الكسر خمسان يعني 2/5، البسط 2 والمقام ايه يا ولاد؟ 5. يبقى تاني نعرف يعني ايه كسر؟ قلنا الكسر اول حاجه بيتكون من شرط الكسر، واللي فوق بسط واللي تحت مقام. لما اجي اظلل حسب الكسر، أول حاجة بشد شرط الكسر واكتب المتظلل اللي فوق واللي مقطع ايه؟ تحت. لما اجي الون يعني اظلل حسب الكسر، بعد الاول عدد اجزاء المقطعة. لو لقيتها زي المقام يبقى اسمع كلام البسط، لو لقيتها مختلفة عن المقام يبقى اشوف كيف الصغير يدينا الكبير، والناتج اللي يطلع لي اضربه في البسط، والناتج بتاعه اظلل عدد الاجزاء حسب العدد. هنا اكتب بالكسر سواء بيحول الكسر من صوره بسط ومقام للغه العربيه، او بيحوله من لغه عربيه لايه؟ للكسر بسط ومقام. بكده يا اولاد نكون انتهينا من درسنا النهارده، وان شاء الله باذن الله نتقابل في حصه تاليه في الدرس الاخر، وشكرا.